مرحبا فيكم، بحييكم من جديد في إلين حياتي بيوتي، وبرحب فيكم وبنبتدي بموضوعنا اليوم فورا. بس حابة أذكركم بالاشتراك على قناتنا وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد، وجديدنا كتير وكتير مفيد كمان. أهلا وسهلا. موضوع كتير بيخوف صبايا وبيخوف ناس، هو موضوع التجاعيد. هي عبارة عن ثنيات في البشرة أو الجلد إنه يترهل لأنه ما بيعود يفرز اللي هي مادة الكولاجين، وكمان الزيوت اللازمة لحتى يتمدد ويضل في حالة نضارة. وهالشي طبعا له عدة أسباب. أسباب التجاعيد هي أول شيء التقدم بالعمر، وكلنا ما بنحب إنه يكون في وجهنا تجاعيد، لكن هاي سنة الحياة وعجلة الزمن ما في حد فينا طبعا أبدا إنه يوقفها. وتاني شيء التعرض لأشعة الشمس. طبعا هذا الشيء مش معناته أبدا إنما نتعرض لأشعة الشمس. الشمس كتير مفيدة لبشرتنا، ولكن إذا عرفنا نستفيد منها صح من خلال إن دائما نتأكد من وضع كريم الوقاية من الشمس في كل الظروف وفي كل الأوقات، لحتى نستفيد من الأشعة الجيدة للشمس ونتجنب خطر الأشعة الضارة واللي هي الأشعة فوق البنفسجية. ضروري كتير إن نعرف ونتقبل إنه تحفيز الجلد على إفراز الكولاجين أمر كتير كتير مهم خلال حياتنا، وخاصة لما نبتدي نكبر. إضافة لهالشي إنه نتأكد تماما من إنه نكون معتنين ببشرتنا، نغسلها نرطبها دائما دائما وباستمرار. ضروري إنه بشرتنا تكون مرطبة بأفضل الوسائل الممكنة، سواء أو الوسائل المتاحة، سواء وضعك المادي ما بيسمح لك إنك تجيبي كريم غالي، أو في بعض الكريمات بتكون ممتازة لكن أسعارها ما بتناسب الجميع. فبالتالي فيك إنك تستخدمي ماسكات طبيعية، وأنا نشرت على قناة إلين حياتي بيوتي خلال هذا الأسبوع ماسك اللوز مع الحليب، اللي هو كتير كتير مفيد للبشرة في خلال النوم للترطيب وإطفاء حيوية ونشاط ونضارة فعلا رائعة، وحتى إعطاء البشرة شعور مخملي جميل جدا. بتمنى إنكم تجربوها وتعطوني رأيكم. فبدنا ننتقل هلأ من موضوع النوم وأهمية النوم والحفاظ على بشرتنا خلال النوم لموضوع الضغط النفسي والتوتر، اللي كمان طبعا كل الأمور مترابطة ببعضها، لكن ضروري جدا إن نتأكد من إن نكون على دراية بأهمية إن نريح نفسنا، ما نعرض نفسنا لكمية ضغط مبالغ بيأثر علينا سلبا. فيك تعملي تمارين، فيك تعملي يوغا، فيك تعملي مديتيشن إذا بتحبوا. طبعا أعرض هيك أشياء أنا برضو ما عندي أي مشكلة، لأني أنا بمارسها باستمرار وبحافظ قد ما بقدر على نفسيتي على شكلي، لأنه كتير الحياة أحياناً تكون ضغوطاتها شديدة علينا جميعاً. عندنا حاجة تانية كتير لازم ناخد بالنا منها، اللي هي موضوع التعبيرات تبعت الوجه. التعبيرات سواء بالكشرة اللي هي هيك اللي بنعملها، وكتير منا بنعملها صح مش أنا لوحدي. بالتالي بدك تكوني حذرة، يعني تكون تعبيرات وجهك دائماً معقولة. طبعا شرب المية أمر كتير ضروري للحفاظ على نضارة وتوهج البشرة دائما وترطيبها. وهالشي هذا ما هواش كلامي بينقال، صدقيني هذا واقع وفيك تجربيه. وأنا شرحت في أكثر من موقف إنه المية توصل للبشرة آخر شيء بالجسم، فلما تاخدي من حاجتك من المية أقل من ما جسمك لازمه مش راح توصل لبشرتك المية نهائيا. فضروري إنك
توفري أو تمدي الجسم بالكمية اللازمة من المية لحتى تتمكني إنك توصلي أو يتمكن الجسم من إنه يوصل المية لبشرتنا، لأنه بيمدها بالأعضاء، بيمد المية أو الترطيب للأعضاء الحيوية الأول زي الكليتين وغيرهم، وبيخلي البشرة كآخر أولوية. فأنتي الضروري إنك تشربي مية قد ما فيكي لحتى تحافظي على نضارة وجمال بشرتك قد ما تقدري. المكونات اللي كتير ممتازة للبشرة والحفاظ عليها اللي هي مكون اسمه نياسينامايد. نياسينامايد كتير معروف في التخلص من الخطوط الرفيعة للتجاعيد، ومساعدة البشرة في تجديد نفسها وتحفيز الخلايا على إنها تتجدد وتكون في منتهى النضارة والحيوية. وموجود هذا عادة بتلاقيه في عدة كريمات وفي عدة مكونات تستخدم للعناية بالبشرة. من الأشياء اللي ينصح فيها جداً لتجديد البشرة مادة الريتينول، واللي هي كتير معروفة بأنها بتشتغل وإحنا نايمين لحتى تجدد خلايا البشرة. أي كريمات أنت بتحبي تستخدميها وفيك تستخدميها طالما أنك بتدوري على يعني مكونات معينة. فيتامين سي كتير ممتاز لتجديد خلايا البشرة، تخلص من البقع الغامقة اللي بتكون على البشرة أو الكلف اللي بيعانوا من الكلف. فيتامين سي ينصح فيه جدا جدا. قد ما ناكله بالطعام للأسف ما بيوصل نهائيا لبشرتنا، فبالتالي فيتامين سي تحديدا لازم يتم استهلاكه بالأكل لحتى نحمي جسمنا ونزود مناعتنا، وبالكريم لازم يستخدم على البشرة لحتى نحافظ على نضارتها وعلى إشراقها بشكل مستمر. هلأ صار عندنا نياسينامايد، صار عندنا كمان الريتينول. لو تخلي هاي الأشياء ببالك كعناصر مهمة تساعدك إنك تعتني بشرتك أو تهتمي إنك تدوري عليها لحتى تعتني بشرتك، كتير بتلاحظي الفرق. نكتر الخيارات قدامك لحتى ما تحتاري، لكن تتأكدي انه عندي مثلا ترطيب. الترطيب بيتم باستمرار بالليل وبالنهار. اي كريم ترطيب للعناية ببشرتك تكوني انت مجربة. اذا ما عندك الامكانية بتجربي اشياء بالبيت مثل اللوز مع الحليب، او مثل الافوكادو مع الزبادي. كتير هذا الماسك مفيد لترطيب البشرة. لهون أنا راح أترككم لهذه الحلقة. شكرا كتير لكم على المتابعة. نهاركم سعيد وكل عام والجميع بألف خير. تحياتي.